الاقبال الجماهيري كيف شفته اليوم؟ والله نحمد الله الاقبال يعني الجماهير الاعداد زايده وتفوق الحقائق اليوم تفوق مثل ما تشوفون تفوق 300 بكره اليوم. والله والمشاركين متحفزين ومتنومسين ان شاء الله كلهم اليوم، والجمعه هذه تسوى شيء وايد. طبعا الجمعه تسوى ناموس بروحها. اي نعم. حددنا عن الاسئله اللي مسموح لها المشاركه في المزايا. والله الفتره الصباحيه اليوم عندنا تحدي حقائق، وعندنا تلاد حقائق، وعندنا حقائق شرايا المفتوح، عندنا حقائق قعدان، وعندنا مفرد قعدان. والفتره المسائيه بتكون هي عباره عن ثلاث اشواط، تحدي مفرد وتلايد مفرد ومفتوح مفرد. نعم. ابو ناصر حدثنا كيف جرت العمليه التنظيميه؟ والله اخوي الحمد لله اشكر اخواني المنظمين واللي ساعدونا على تنظيم المهرجان، كلهم ما قصروا لا من لجنه التحكيم لا من لجنه التنظيم لا من لجنه التشبيه، بيض الله وجههم لهم ومشكورين على الجهد اللي بذلوه معانا. نعم ابو ناصر، دائما في نسمع في المزايرات الكلام يقول لك القاضي لا يرضي اثنين، الكلام دائما على التحكيم. حدثنا عن لجنة التحكيم في مزايا البندغام وكيف تم اختيارها ومن هم لجنة التحكيم وكم عددهم؟ والله يا أخوي لجنة التحكيم اخترناهم إن شاء الله من عقب نظرنا فيهم، وهم قد حكموا في كذا مزايا ويعني غنيين عن التعريف لجنة التحكيم، ومرضي الناس كايد ورضى الناس غاية لا تدرك. نعم. والناموس المركز الأول شخص واحد، والمشاركين ذولا كلهم يبون المركز الأول. نعم. لكن المركز الأول صعب ما تأخذه إلا اللي بجداره. راشد، لجنة التحكيم هل فيه أداء قسم قبل أن تدخل في التحكيم؟ بعض المزينات يعني يقسم لجنة التحكيم على القرآن أني ما جامل لحد، هل أنتم اتبعتوا هذا ولا هم ثقات ما يحتاج قسم؟ لا يا أخوي، إحنا كان عندنا طلب كبير من الجماهير أن اللجنة تقسم قدام الجماهير. نعم. والحمد لله اللجنة قسمت إن شاء الله، وأنهم على بر إن شاء الله، أنهم على بر قسموا قدام الجماهير ولا سووا، إن شاء الله ما يفعلون إلا نظرهم ونيتهم طيبة إن شاء الله. هذا السؤال بناصر، إحنا ندري إنكم ما فيكم شك، لكن نطمن الجماهير اللي بيشاهدون هذا اللقاء على أساس يطمئنون الفائزين واللي ماخذ المراكز اللي عقبهم. يا أخوي اللي, نعم. اللي حلف على كتاب الله خلاص ما عاد، والله أعتقد يغدي عليه كلام ما دام حلف قدها في ذمته. صدق راشد، الجوائز الكم في هذا المزايا؟ المراكز التحدي إلى المراكز الثلاث، والأشواط الباقية المراكز إلى العشر. مثل ما تشوفون معانا عندنا الدراجات النارية، وعندنا عبارة عن رموز أشدة ولحف، والمركز الأول توشح بالحاف مزين بندغام ومع الزعفران، تكرم بالزعفران. نعم راشد، أهم شيء عند ملاك الإبل المزين الفوز. نعم هو يسوى شيء كثير. أهم شيء يا أخوي ببريك هو أهم شيء الناموس. الناموس يسوى شيء واجد. نعم راشد، كم شوط اليوم؟ اليوم الفريد والحقائق في نفس اليوم؟ الفريد والحقائق. نعم كل كم شوط هذه كم شوط هذه؟ أربع أشواط مفاريد وأربع أشواط حقائق. نعم. والأشواط العادية اللي غير تحدي الجوائز فيها الخمس؟ الجوائز للعشر. للعشر؟ أي نعم. يعني كم نقدر نقول 40 مطية فايزة؟ اللي قل 60 مطية فايزة. نعم. وعندك ثلاثة تحدي، عندك 66 مطية فايزة اليوم. نعم. والفترة المسائية شو اللي بيكون موجود إن شاء الله فعاليات الفترة المسائية إن شاء الله بتكون هي عبارة عن أشواط المفاريد. نعم. وإن شاء الله عقبها التكريم للحكام، وتكريم لجان التنظيم، وتكريم للمساهمين، وتكريم للي ثنوا مسوي اليوم إن شاء الله. نعم أبو ناصر، حدثنا عن الحقائق وفعالياتها الفترة الصباحية. والله يا أخوي الحقائق مثل ما تشوفون الأشواط نارية. نعم. ونارية وبجدارة، يعني اليوم كان شوط الحقائق مولع نار على قولتهم الصباح. نعم. كان يعني شيء ما تتصور أخوي ببرك. نعم. زين، حدثنا بالتفصيل عن فعاليات الصباح، إيش اللي صار اليوم؟ إيش الأشواط هذه؟ كم شوط؟ إحنا ذكرنا أربع أشواط، لكن إيش كانت الفعاليات الموجودة؟ هل هذا كله فرز حتى الساعة 9 وزيادة؟ والله يا اخوي مثل ما تشوف الحين قدها 9 زياده، وتوهم خلصين والله شوطين من عدد الحلال الهائل اللي. نعم. اللي وصل اليوم في المهرجان. نعم. ويمكن عاد يبغي لهم تقريبا بعد 3 ساعات على الاعداد الهائله اللي وصلت. نعم.
اختيار الهجن، اختيار الابل المزاين، هل يتم في فرز وبعدين تختارون منها ازياء الناقه؟ نعم يا اخوي، هو يكون حددنا يعني فرز. يدخل فرضا شوط 50 600 مطيه عباره اخوي، ان دشت 50 او 60 فهم يفرزون اول شيء 30، نعم، ويخرجون 20 تقريبا، وعقبها يفرزون من ال 30 يفرزون 15 او 20 لين يغربون النظر، لين يتفقون على راي. نعم. راشد، حدثنا عن فعاليات الفتره المسائيه الليله، وكم ساعه تبدا؟ الفتره المسائيه تبدا الساعه 3، وبتكون عباره عن 3 اشواط مثل ما قلت لك اخوي بريك. نعم. اللي هي المفرد. بتكون 3 اشواط، اقل من اشواط الفتره الصباحيه. اي نعم. طيب المفرد عددها مو باكثر دائما؟ والله يا اخوي اكثر، عشان شكل احنا حطينا الاشواط تكون اقل عشان يكون عندهم وقت. عشان يكون عندهم وقت. أيه. بس عشان يكون عندهم وقت ويقدرون يحكمون في الزين يا اخوي. زين، لحظه، حدثنا عن الاقبال الجماهيري اليوم، كيف شفته؟ والله الاقبال الجماهيري يا اخوي مثل ما تشوف الساحه الاماميه والساحه الخلفيه والجانبيه. نعم. والله ممتليه بالحلال وبالجماهير. نعم. زين، حدثنا عن هل هذا المزايل اول مره يقام للانضغام ولا ثاني سنه؟ هذا المهرجان للسنه الثانيه على التوالي. نعم. ونتمنى انه يكون على طول مفتوح. هل عندك نيه ان شاء الله لاقامه مزاين ثالث؟ باذن الله. اذا تيسرت الامور ان شاء الله. باذن الله انا في نفس الموقع وان شاء الله انه مزاين ثالث بيكون. نعم، راشد دائما الشيء في بدايته الناس ما يعرفون عنه. المزاين في سنته الثانيه الناس دروا عنه، شوف اقبال جماهيري اكثر، اعلام، حضور الاعلام. اتوقع اكيد في السنه الثالثه بلا شك بيكون المزاين معروف عند هالقطر كله. نعم يا اخوي. نعم. احنا والله نشكر القنوات اللي ابرزت لنا المزاين اليوم. موقع الأبرقة وقناة الريان ما قصروا، وقناة الصحراء بيض الله وجههم والله، والدعم الإعلامي كبير معنا. نعم. الدعم الإعلامي هو اللي شجعنا والله. نعم. على المهرجانات هذه. نعم. هل في كلمة أخيرة تود إضافتها لي؟ والله يا أخوي نشكر جميع من حضر، ونشكر جميع القنوات، ونشكر الجماهير اللي حضرت، ونقول لهم إن ظهر إن بدر منا خطأ فيسامحونا عليه، والجميل والجميل للكل، وإحنا نتمنى أن نتجمل فيها. بيض الله وجهك. لكن سؤال اخير قبل الختام اخوي راشد، هل مع توسع مزاين بنت غام والسنوات القادمه هل في نيه لاشراك سن اكبر من الحقائق والفريد؟ باذن الله. هل في نيه او في دراسه لهذا الموضوع؟ باذن الله ان شاء الله احنا دارسين الموضوع ان الزمان الجاي نفتح لين ان شاء الله ثنايا. نعم. لين السن الثنايا اذا على الامكانيه وعلى الدعم المهرجان ان شاء الله نفتح للثنايا، ولو جانا دعم اكبر او نعم. نعم. عدد اكبر يمكن نفتح يكون مزاين كامل. زين اخوي راشد، ليش ما تفتح تبرع محبين الهجن؟ والله يا اخوي انا اشكر اخواني اللي تبرعوا. في دعم لكم في تشارك. نعم، انا اشكر اخواني اللي تبرعوا السنه. نعم. فيها اشخاص تبرعوا السنه معانا وبيض الله وجههم ولهم. نعم. الشكر، وان شاء الله بنكرمهم اليوم بنذكر اساميهم. ان شاء الله ان شاء الله. يعني نفهم من كلام راشد بن ناصر المجال والباب مفتوح لنوادي المشاركه. نعم، بالدعم المجال. نعم. المجال مفتوح، المجال مفتوح للمزاين مزاينهم، والمكان. نعم. مكانهم يا طويل العمر. نعم، حلو، خلاص باخذكم معك.